السلام عليكم يا جماعة، اليوم بجيب لكم مقطع جديد. طبعا شوي مثل ما بتعرفوا المسعودية يا جماعة شوي رشح أنا. المهم يا جماعة، اليوم فكرة المقطع شو هو؟ من زمان صرنا 4 شهور نروح نشوف ايه ما تطورت أنا. ماي جاد، من قبل 4 شهور صرنا 4 شهور يا جماعة ما نزلت محاكي الشحات، بس بإذن الله لنرجع بالقوي وإن شاء الله يا جماعة لنروح. الله خلينا نروح نشوف شو في عنا، شو لنساوي. المهمات شو هو؟ نطور البيت طبعا. يلا كمان بعتذر على صوتي، كمان اشترك في القناه عشان يجي لك الفيديوهات اكثر، واللايكات بتفيدني انتشار اكثر. ويلا خلينا نروح على اللعب. اوكي يا جماعه، مثل ما شايفين هذا هو الجزء الماضي اللي انا كملت شوي وخليت هون فتحه عشان يجي شمس لجوا. وهلا يا جماعه لازمنا سيراميك. وين نجيب السيراميك؟ السيراميك يا جماعه بدنا نجيب من عند وين كان هذا؟ الوجه المهرج المهرج المهرج، وينه وينه وينه؟ هذا هو يا جماعة، نروح لعند الوجه المهرج المهرج. نروح اوكي يا جماعة، جينا لعند المهرج. المهرج شو دي بيعني يا جماعة؟ المهرج عم بيع سيراميك. لازم نحن ناخذ سيراميك ونصلع، بدنا نصلع شغلات كثيرة. اوه ب $20، والله غالي والله غالي. احسن اخذ هذا، خلص ما بدي اخذ. اوكي يا جماعه، اوه في عندنا شغلات كمان. اوه لازمنا حديد نحضر. وات، حطها 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 هون. هاي ما بنحسن. لقينا حديده بنصنعها سريع، حديد هاي ما بصير. ناخذ هالكرسي كمان. ما ضل عندي محل، ما ضل عندي محل. اوكي لقينا حديده ثانيه يا جماعه، حطها شوفوا كمان. اوه النيله كمان، لقينا النيله صغيره. شوفوا شوفوا، اوه لقينا حطب يا جماعه، لقينا حطب. ما ضل عندنا محل. تمام ما في مشكله، خلينا نروح نرجع عبيتنا. لازم نروح نرجع على البيت نصنع شغلات كثيرة. وين 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 البيت كان؟ حد في حدا ما بيعرف بيته؟ هذا هو، بدنا نروح على البيت. تعا يا ايه العرباني. نحن هلا جينا من عند المهرج. قبل ما نسوي شغلات هون نحن شوي فلتنا معي $10. $10 ما بكفيني، لازم نشحد يا جماعة. كيف وحط حط شحادة. اوكي يا جماعة مثل ما شفنا هلا سوينا هاي، وبدي ارسم دولار كمان يعني هيك هيك، نحط خط وهون كمان دولار. طلع طلع على الخط، طلع على الخط. اوه ماي جاد، خلينا نشحن يا جماعة وخلينا نجي لعند هاي. يا اختي يا اختي الجميلتي، انت عم تسوي رياضة بتصحصحة ودولار واحد. تمام كويس. يا اختي يا خلص ما بدي اضربك، ها خلص ما تعصبني. يلا ايوه ايوه يسلموا دولار، لعبوا دولار تقريبا للدولار يا جماعة. او ماي جاد يا معلم، اعطيني اعطيني. او تسلم والله دولار يا معلم. يا اختي يا اختي والله والله انت ما في احلى منك. طلع هون طلع هون، ما في احلى منك هون، احلى منك. لا هذول عصابات يا جماعة، ضروري نشحن من العصابات. يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي الحلو، يا أخي الحلو، الله يرضى عليك بس. يا أختي الحلوة يا أختي الحلوة، لك يا أختي الحلوة عم أقول لك، ها ما تعصبيني. أو ماي جاد، يلا أعطيني يلا. يا أخي لا أنا قبل شوي شفت معك مصاري، تعال يلا أعطيني أعطيني، ما بدي أضربك عصير، ما بدي اضربك. شكرا يا معلم، اهلا. وين وين ابو الطقم، وينه كان؟ تسلم يا اخي يا اخي، كرمال المحسنين، كرمال المحسنين يا اختي، كرمال المحسنين، كرمال المحسنين، بالمال المحسنين يا اختي، بالمال المحسنين، الله يرضى عليك. شكرا شكرا، دولار ونص يا معلم يا معلم يا ابو العضلات. انت تسلم، اعطيني خلص ما لك، اعطيني اعطيني. ولك ما تكذب ما تكذب، قبل شوي شفتك مع مصاري.
ايوه شكرا. يقدروا الشحادين، يقدروا ال اوكي معلم، يا معلم الله يرضى عليك. ما باع خبز، بدي اروح اسوي لي بيت، اصنع بيت واجيب عماله. شو بدك اسوي؟ يا معلم يا معلم، اخي صفارك انت، هالشخصية الخارقة. اوه لابس طقم مدير اعمالات يا جماعة. لك انت مدير اعمالات، اعمل لك مدير اعمال. شكرا يا معلم، شكرا. اوه قبل شوي شفتك عم تاخد، كنت عم تقبض معاشك. لا مش شرطة، ما بدنا. يا معلم الحلوة انت، يا معلم الحلوة اقول لك. لك اعطيني، لك ما بدي اضربك. ايوه الله يرضى عليك. يا اختي الجميله، تسلمي. اوكي يا جماعه، نحن جمعنا هلا 40 دولار. 40 دولار مو قليل يعني، جمعنا 40 دولار وخلينا نروح على البيت. اوكي يا جماعه خلينا نروح على البيت، جمعنا 20 دولار نحن، بس ما بصير شيء. خلي 20 دولار مو. اوكي يا جماعه نحن هلا رايحين على البيت بسرعة. طبعا يا جماعة مثل ما شفتوا تحت شحد شوي، بعدين بالليل تأخرت تعبت كثير. خليته ينام يا جماعة. واليوم كمان يا جماعة شو نسوي؟ اوكي يا جماعة في عنا هون ماكينة، انا لازم احط الماكينة. هذا ماكينة شو يا جماعة؟ ماكينة الالمنيو. هذا ماكينة الالمنيو، لازم نحط الماكينة الالمنيو، لانه الماكينة الالمنيو شو مساعدني؟ مساعدني نسوي بيت المشردين يا جماعة. بيت المشردين يعني بدي اجيب مشرد بسكنه عندي، وهذا المشرد بدي اطلب منه شغلات، يروح يجيب لي شغلات. شو اطلب منه؟ مقابل هو كمان بده يطلب شغلات، بس ما بعرف شو مقابل هو بده يطلب، بس انا بدي اجيب هالمشرد يشتغل قدامي، يعني يشتغل معي. ولازمنا شو؟ لازمنا مسمار يا جماعة، لازم ناخذ مسمار. استنى شيل هاي، سوي مسمار، تعالوا هون. مسمارين يا جماعه. اوكي وتعالوا هون وناخذ هذا الفرن. لك لسه ما حطينا، دغري كبسنا. اوكي يا جماعه بدنا نحط ماكينه الالمنيو هون هو، وطبعا نطلع من هون. شو بدنا نطلع؟ والله نسوي الالمنيو يا جماعه. طبعا شو بده تعالوا تعال 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 هون، تعالوا هون. صفون تسلم يا حلو، تسلم. شو بدي هلا؟ بتوقع يا جماعه بدنا ناخذ حديده نحطها. بس استنى، في عندنا حطب يا جماعه، لازم بس ممكن نحط الحطب. ومثل ما شايفين يا جماعه، عم نصنع الالمنيو يا جماعة. يعني شو ما في احلى من هيك، انه نصنع الالمنيو لحالنا. عم يصنع الالمنيو هلا. يلا يا حلو يلا. صار معانا الالمنيو يا جماعة. طبعا يا جماعة ناخذ هاي، نحط هاي واحدة من هون. لا استنى، نسوي كمية كبيرة منها. اوكي زت هاي. اوكي خود حط هاي هون، وحط الالمنيو، خليه يسوي لنا صنع الالمنيو يا جماعة. اوكي يا جماعة مثل ما شايفين، وهلا شو بدنا نشوف هنن هلا بس دقيقة. خلينا نحط هاي كمان، خود الحطب حط هون، خليه يصنع الالمنيو. لازمنا الالمنيو كثير هلا. وخلينا نشوف هلا هو شو بده للبيت المشردين. بيت المشردين بده قطع الومنيوم، بس قطع الومنيوم بس دقيقة. هاي هون ما بتصير. استنى شيل هاي تمام. هلا يا جماعة القطع الالومنيوم العادية، اثنين من قطع الالومنيوم لنسويها قطع الومنيوم شيت اسمه، هيك هو اسمه، من قطع الومنيوم مكعب يعني لنسويها شيت، هيك مثل ورقة يعني نسويها، أنا بتوقع هيك.
كل واحد بده اثنين بس، والله كثير يعني. على فكرة، على فكرة كثير. هون هاي حطها، هون هاي نزل. اول شيء الحطب، اول شيء الحطب لازم نحطب اول شيء. هون خلي يصنعها يا جماعة. طبعا يا جماعة قبل ما نسوي الصناديق لازم نسوي مسمار. لازم نسوي مسمار. حط الحديد. ما في محل. ديا ديا ديا، مثل ما شايفين يا جماعة ما في عندي محل ابدا. يعني لازم زيت هاي. ايوه هون هاي. زيت هاي هون. ما هاي يلا ما حاليا ما بتلزمنا. صنع صنع صنع. ايوه صنع بسمارين. صنعنا بسمارين يا جماعة. وخلينا ناخذ، خلينا ناخذ، خلي يصنع يصنع حديد. هذا هذا صنع لي الالومنيوم. خذ الالومنيوم حطه هون. خذ هذا الحديد حطه هون. وتعال سوي صندوق. هلا انا سوي صندوق يا جماعه، لانه لازم نحط شغلاتنا. مو هذا هو، هذا هو. حط الصندوق هون. لازم نسوي وحدة تانية يا جماعة، لازم نسوي وحدة تانية. خلينا ناخذ هاي حطها هون. طالع هاي نحطها هون. نروح بدنا مسمارين كمان، لأن نسوي صندوق تاني يا جماعة. لأنه خلينا نروح نسوي صندوق تانية، لأنه في عندنا شغلات كتيرة يا جماعة. وخلينا نسوي صندوق تانية يا جماعة. هذا هو. ايوه ها، ما ضل شيء. سوينا الصندوق نحن هلا، وناخذ الالومنيوم من هون نحطه هون. هلا هلا تعال يا ايها الحلو، نحط هاي هون جوا. خلي يفوت لجوا. ايوه خلي يفوت لهون. ماشي حال. ها هلا بدنا نخبي هدول الشغلات يا جماعة، هدول للزراعة. هدول كمان بدنا نزرع شغلات كمان يا جماعة. بدنا نزرع تفاح، بدنا نزرع ورد. في عنا كتير شغلات. المهم بدنا نزرع باذنجان. هذا كمان تراب، التراب لهذا بده تراب يعني. وخلينا ناخذ هاي كمان يا جماعة. نحط هاي الحديدة هون. تعال أيها الحلو، طلع لبرا، طلع لبرا، طلع 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 طلع. أيوه تعال اعطيني حديدة، اعطيني حديدة. خلي يصنع الحديد، خلي يصنع الحديد. اوكي يا جماعة، وهلا شو بدنا نسوي؟ هلا بدنا نسوي الزراعة يا جماعة. كيف بدنا نزرع؟ الزراعة كان هون. هذا هو. بدنا مسامير يا جماعة طبعا. كم مسامير؟ لازم لنا مسامير يا جماعة. لازم لنا كل صندوق واحد لازم لنا اثنين مسامير. ساوي 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 ساوي. حاج هاي 8 مسامير بكفينا يا جماعة. طبعا خلينا نشوف شو بدنا نسوي. خذ حط هاي هون، وحط هاي هون. لازمنا حديد، لازمنا حديد، لازمنا حديد يا جماعة. اوكي اوكي لازم لنا حديد. شو في عنا؟ ما في عنا شيء يا جماعة. لازم لنا حديد، والحديد كمان ما في عنا. اوكي يا جماعة انا راح جبت حديد هلا. و خلينا نصنع واحدة ثانية لهون. هلا حاليا حاليا يا جماعة وصنعنا واحدة ثانية حديد. اوكي يا جماعة، مشان نسوي بيت البيت المشرد، بيت المشردين. انا هيك سميته، بيت المشردين. هذا هو يا جماعة. حطه هون. اوكي يا جماعة مثل ما شفتوا، شيل شيل اول شيء. اوكي يا جماعة هذا هو. بحسن اطلب منه حديد يا جماعة، بيجيب لي 5 حديدات مقابل يعني سيجارة واحدة. بده سيجارة واحدة يعني، بده دخان يعني.
بقدر منه اطلب منه مصاري مثلا دولارين يروح يجيب لي مصاري. والله شغلة كويسة يا جماعة. هلا انا حاليا ما بدي اطلب منه شيء لانه خلينا نروح ناخذ هدول، ناخذ هذا ونحط هذا. اوكي يا جماعة حاليا، اوكي يا جماعة مثل ما شفتوا زرعنا باذنجان، زرعنا باذنجان يا جماعة، وناخذ باذنجان وحدة. لك اخذ حطب انا، اوكي اخذ حطب ونزرع باذنجان كمان. زرعنا باذنجان يا جماعة لسه ما في عندنا لسه، وطبعا يا جماعة ولازم نسوي باب لهون لانه اذا ما في باب ما بصير البيت بدون باب ما بصير يا جماعة. مثل ما شايفين بدنا ناخذ هذا الباب. طبعا ما مسمارين، لا كثير بالك لازم نسوي باب ونحط الباب هون. اوكي يا جماعة مثل ما شايفين سوينا بيت ومع باب يا جماعة. طبعا سكر الباب، وهذا هذا كمان بيت المشردين، هذا بطلب منه شغلات يروح يجيب لي طلباتي انا. وطبعا يا جماعة مثل ما بتعرفوا كيف بدنا نصنع مثلا لكم برتقال، ما برتقال بنصنعها، نحسن نجيب برتقال، يعني نجيب برتقال وحدة وهو يسويها بذر ونروح نزرعها. البرتقال مثلا، العرموط كمان نفس الشكل، التفاح، شو هذا؟ والله ما بعرف شو هذا هو، وهذا كمان ما بعرف، يعني في شغلات ما بعرفه، وهذا نبات يمكن يعني يا جماعة. ومثل ما شايفين يا جماعة يعني طورنا البيت، وخلينا نروح نبعت هذا، خليه يروح يجيب لي حديد مقابل شو؟ مقابل سيجارة واحدة، خليه يروح يجيب سيجارة. يعني اعطينا سيجاره واحده وهو يخليه يروح يجيب لي الحديد. الله انا لازم لي حديد. طبعا يا جماعه مثل ما شايفين انا بدي اوقفه. طبعا يا جماعه بتمنى عجبكم المقطع، المقطع كان شيء خيالي، انا استمتعت باللعبه كثير، وان شاء الله انت كمان استمتعت باللعبه. واذا مستمتع باللعبه ما تنسى تدعمني باللايكات، بشوفك بالفيديو الجاي. سلام.